مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة الأهلي له مختصر لأن كان عندنا حدث مهم جدا. حدث مهم وهي افتتاح صالة الكراتيه في النادي الأهلي. زمان من قريب جدا يعني من أقل من سنة كانت صالة الكراتيه دي عبارة عن خيمة. وكان حصل فيها مشاكل كتيرة وكان ولادنا كانوا بيلعبوا في البرد. صدقوني حاجة بتسعدني أنا شخصيا النهاردة النادي الأهلي ومجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب بيهتم بالألعاب الأخرى. يعني النهارده في صاله كاراتيه، قبل كده لسه قريب جدا كان في صاله جمباز، او زي ما احنا شايفين قدامنا صاله الكاراتيه قبل كده كان جنب ملعب فريق الشمس او ملعب كره اليد القديم اللي في الباب الوراني ناحيه الباب المستشفى المعلمين. كانت الصاله عباره عن خيمه بقى كان فيها مطر وفيها مشاكل ولادة وبرد وسقعه وحاجات كتيره جدا كان بيحصل جوه صاله الكاراتيه. لكن مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب لما جه عمل ده، بص لده، وعد الاعضاء وقال لهم انا هعمل صاله جديده، وده حاجه كويسه، انشاء جديد يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي. هي دي مجالس اداره النادي الاهلي اللي هي بتتعاقب دايما وبتعمل شغل كويس لاعضاء النادي. حاجه مهمه جدا لاولادنا، لان اولادنا عندنا ابطال عالميين في اللعبه دي. عندنا جينا فاروق لعيبه يعني مصنف في العالم اول تاني، عندنا ابطال كتيره طالعه من جوه الصاله دي. فاهتمام النادي ان هو يعمل صاله كاراتيه مكيفه، صاله جديده لاولاد النادي، ان لعبه الكاراتيه بيمارسها تقريبا 3000 4000 ولد عندنا في النادي. ده قبل كل اللي احنا شايفينه ده، قبل ما الصاله الجديده تتعمل. بصوا المنظر قدامكم، كل اللي احنا شايفينه ده كان عباره عن ساتر، عباره عن قماش، وفوق متغطيه بخيمه بس. النهارده لو شفنا المنظر الجديد اللي اتعمل بيه الصاله حاجه رائعه. وجود الدكتور اشرف صبحي النهارده بصراحه وزير الشباب والرياضه حاجه جميله. ما هو هو كان لاعب كاراتيه، وجوده في وسط اسره النادي الاهلي النهارده حاجه جميله. فرحان جدا الراجل هو بيقول في كلمته، الدكتور اشرف صبحي بيقول يعني حاجه رائعه، حاجه جديده اتعملت. مبسوط بما انه لاعب كاراتيه وانه كمان وزير الشباب والرياضه. اهو زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي سعيد بالانشاء الجديد، اكيد فرحان حطينا طوبه جديده في النادي الاهلي بشكل مختلف بشكل جديد. كل ده انشاءات بتتوالى وتتعاقب. ولادنا هم قدامنا لعيبه الكاراتيه في النادي فرحانين جدا بالصاله بتاعتهم، صاله جديده لان بيطلع ابطال كل مجلس اداره النادي الاهلي كاملا موجود وبيفتح صاله الكاراتيه وبيقول لكل اعضاء النادي حاجه يعني فوق الرائعه بصراحه. مش عارف اشكرهم ازاي، شكر جميل لوجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كابتن محمود الخطيب، الكابتن خالد الدرندالي، المهندس خالد مرتجي، النائب الاستاذ العمري فاروق، وكل اعضاء مجلس اداره ممثلين مجتمعين جوه صاله الكاراتيه. اضافه جديده للنادي الاهلي، وهو ده اللي عودنا دايما مجالس اداره النادي الاهلي وتعاقبهم الموجوده على دايما بيضيفوا لمحه جوه النادي الاهلي ولمحه انشائيه بالاخص. بنشكر كل المسؤولين القائمين من الادارات المختلفه برئاسه مدير النادي العميد محمد مرجان، وقدامنا في الكادر اهو الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بيدي درع للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. اكيد لعبوا مع بعض زمان، اتقابلوا جوه الملاعب، لكن النهارده رئيس جهاز ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. وبرده الدكتور مراد عاصم بيدي الكابتن محمود الخطيب. مبسوط، في فرحه، في سعاده موجوده جوه الناس كلها اهو. حتى الكابتن محمود الخطيب قدامه يعني مبسوط جدا ان حد بيكرمه جوه النادي الاهلي من ولاده. اكيد دي حاجه تسعده جدا وحاجه جميله، وهو ده ولاد النادي الاهلي، هو ده اللي عودنا عليه النادي الاهلي، هي دي قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي هي لا تتجزا. صدقوني الموضوع مهم جدا جدا. كابتن محمود الخطيب قال كلمه مهمه جدا، كلمه للتاريخ زي ما بنقول، كلمه مهمه قال فيها احنا نادي المبادئ والقيم، ودي حقيقه. هيفضل النادي الاهلي طول عمره من زمان من 110 سنه لغايه دلوقتي وبعد كده لازم يفضل نادي القيم والمبادئ. لازم نعلم ولادنا ده النادي الاهلي بعرقته باسلوبه بكل حاجه. لازم نعلم بعض عشان تفضل النادي الاهلي فوق الجميع. النهارده بنخش النهارده حصاد الاسبوع. اليوم الخميس دايما بنعمل حصاد للاسبوع الرياضي. حصاد الاسبوع الرياضي بيكون عندنا العاب كتيره، فبنيجي اخر الاسبوع بنتكلم على الحصاد الرياضي للالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه وكل ده. عندنا النهارده حاجه مهمه، بطوله الغطس. مجلس الاداره وافق ان فريق الغطس يسافر لهولندا. موافقه مجلس الاداره ليهم، سافروا الولاد بصراحه ابدعوا هناك.
8 ميداليات، 5 ذهبيات وفضيتين وميدالية برونزية. حاجة مهمة جدا جدا جدا. يلا نبتدي بقى نشوف الجرافيك النهاردة معانا وحصاد الأسبوع بيقول إيه في آخر حلقة من حلقات الألعاب الأخرى النهاردة. زي ما احنا قدامنا النهارده نتائج الاسبوع في الالعاب الفرديه. بطوله ايدنهوفن الدوليه للغطس، الاهلي في المركز الثالث برصيد 8 ميداليات، 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيه واحده. فاز زياد يسري بذهبيه منافسات 10 متر وذهبيه في زوجي مختلط وذهبيه في زوج الرجال، دول كده 3 ميداليات لزياد، ميداليه برونزيه في منافسات الرجال من متر واحد وميداليه فضيه في منافسات عمومي الدرجه الاولى كمان. فاز بلال محمد ميداليه ذهبيه في 10 المتر وشهد ايمن في ذهبيه منافسات زوجي المختلط 3 متر. ياسين عادل بذهبيه 5 متر ما شاء الله في مرحله عمريه 13 سنه، عندها 13 سنه وفازت بذهبيه. حاجه مبشره جدا للغطس، حاجه يعني كان مهم جدا الاحتكاك بره. الاحتكاك بره ده بيساعد اللعيب هو يطلع لقدام لانه بيقابل كل ابطال العالم هناك او الابطال اللي هم بيصنفوا للعالم بعد شويه. اخر ميداليه عندنا ريتاج سامح الميداليه الفضيه وفي نفس المرحله العمريه. كده النادي الاهلي شارك بكام؟ ب 13 لاعب وجاب 8 ميداليات. تعالوا نشوف تقرير قبل سفرهم على طول لهولندا، اللعيبه دي قالت ايه وحققوا ايه بعد ما رجعوا من السفر. احنا مسافرين ان شاء الله هولندا يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله، هو بعد بكره رايحين نلعب بطوله ايندهوفن الدوليه. هي تعتبر من اقوى البطولات الدوليه اللي بالنسبه للسن الصغير ناشئين ودرجه اولى، وهي بطوله وديه يعني بس بتعتبر من البطولات الجامده دي. احنا بنعملها في خلال الموسم عشان هنرجع ان شاء الله نشارك في كاس مصر. دي بطوله داخل فيها 13 بلد، 25 نادي من اوروبا ومن بره اوروبا. ان شاء الله تكون فايده لينا وفايده للولاد في بطوله كاس مصر. احنا السنه اللي فاتت خدنا نفس التجربه، طلعنا بالولاد البطولة ديت، رجعنا منها ربنا كرمنا وخدنا 3 كاسات في كاس مصر. ان شاء الله باذن الله السنة دي تبقى خير للولاد كلها وناخد الكاسات كلها ان شاء الله باذن الله. احنا بقالنا من ساعة ما خلصنا البطولة اللي فاتت بطولة الجمهورية واحنا بنستعد للبطولة دي، الحمد لله طلعناها السنة اللي فاتت. بشكر طبعا مجلس إدارة ان هو دعمنا في الموضوع دون وان هو طلعها لنا تاني مرة السنة دي على التوالي ان احنا نطلع سنتين ورا بعض. طبعا بشكر مجلس الإدارة كله. استعداداتنا ان احنا مستعدين ان هي بتبقى من اقوى البطولات الدولية اللي بتتلعب في قارة اوروبا. بيشارك فيها حوالي من 25 ل 30 نادي على مستوى العالم من جميع بلاد قارة اوروبا. السنة اللي فاتت كانت البطولة جامدة جدا والأولاد بتوعنا عملوا مستوى مشرف، كان بصراحة شكلنا كويس السنة اللي فاتت، فأتمنى السنة دي إن احنا ربنا يكرمنا ويبقى شكلنا نشرف النادي الأهلي ونعمل حاجة كويسة باسم مصر. احنا خلصنا الجمهورية وهنرجع، هيبقى عندنا حوالي أقل من شهر على كأس مصر، وهتبقى هولندا التجربة قوية جدا للطالع مرحلة جديدة في كأس مصر. هتبقى استعداد قوي ان هي بطولة قوية جدا يعني. بنتكلم بقى مع اللعيبة على شكل نفسي اكتر، بنهتم ان اللعيب بينط بهدوء اعصاب عشان يطلع احسن حاجة عنده عشان يشرف النادي الاهلي. باهم حاجة شكله يليق بالتيشيرت والنادي الاهلي اللي هو لابسها. احنا كان عندنا بطولة في شهر 12 ومن بعدها عرفنا ان احنا هنسافر، من ساعتها واحنا شغالين على برنامج معين عشان نعرف نبقى شكلنا كويس في البطولة ونعمل نتيجة كويسة. كل واحد عنده برنامج بينفذه. احنا كنا بنتمرن كل يوم مثلا من الساعة 12 لحد الساعة 7. جينا قبل فترة البطولة بقينا بنتمرن من 10 عشان نتعود على الصحيان بدري والسفر بدري وكل الكلام ده. حاولوا دايما يحسوها ان هي بطولة سهلة جدا زي اي بطولة بنلعبها، بس لازم يكون عندنا مسؤولية عشان نعرف ننفذ اللي هم مطلوب مننا بالظبط. هو احنا بنروح من 9 الصبح لغاية 6 بالليل، بيبقى في كذا ايفنت في اليوم يعني على حسب الجدول بقى اللي بيكونوا حاطينه، والبطولة بتبقى صعبة يعني تقيلة مش خفيفة يعني. الحمد لله البطولة اللي فاتت جبت اول وثالث
وان شاء الله اتمنى اجيب يعني ذهب كله يعني البطوله دي. بتبقى طبعا يعني بتبقى احتكاك جامد جدا مع دول بره، نوادي كتير جدا، فبتبقى حلوه. ان شاء الله هنعمل حاجات كويسه. احنا كلنا حطينا برنامج بنمشي عليه كلنا بالظبط، من هنتمرن من 12 ل 3 ميه، من 3 ل 4 فتنس، وبعديها بنكرر بقى ده كده كل يوم. هشارك ان شاء الله تحت 18. استعداداتنا بنتمرن كل يوم كتير قوي، عدد ساعات كتير، ميه وبننزل ميه وبنعمل فتنس، وساعات برضو بنطلع ترامبولين، يعني بنعمل كل اللي نقدر عليه عشان ربنا يوفقنا هناك. في بطولة هولندا قبل كده كنت الاول على ثابت، وايطاليا جبت على ثابت تاني المركز التاني، ومتحرك مركز تالت. ان شاء الله هنعمل حلو وهجيب المركز الاول في كله. بنتدرب كويس ونحاول نعمل احسن حاجه، والمدربين دايما بيقولوا لنا نسمع كلامهم عشان نبقى كويسين ونقدر نحقق بره. يعني بيخلونا نتمرن كتير وبيساعدونا ان احنا نتمرن كويس عشان نجيب الاول. اول مره اسافر وان شاء الله عايز اطلع، والمنافسه هتبقى قويه بس عايز ان شاء الله احقق. قلت خلي بالك من نفسك وركز في التمرين والبطوله عشان ان شاء الله اعمل حاجه كويسه للنادي. احنا ماشيين برنامج كويس قوي، ولازم يعني المدربين دايما بيشجعونا وبيقول لنا امشي على البرنامج ده عشان يعني ان شاء الله يعني نعمل حاجه حلوه هناك في السفر. ان شاء الله يعني كل الفريق يبقى كويس، نعمل كل حاجه حلوه، ويعني ان شاء الله ذهب. بجد بجد سعيد بيهم جدا. شفت اولادنا بيكلموا ازاي؟ بيكلموا عن النادي الاهلي ازاي، وعايزين نعمل بطوله ونجيب اول. ولادنا صغيرين، سن صغير جدا، 5 و6 سنين، عفوا 8 سنين و10 سنين، وهم برضه عندهم روح النادي الاهلي موجوده عندهم. هو ده زرع روح النادي الاهلي في اللعيبه وهي صغيره. دي حاجه مهمه جدا 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 عند اولادنا، نتمناهم ان شاء الله ابطال. قبل ما يسافروا بيقولوا احنا ان شاء الله هنشرف النادي الاهلي. فعلا شرفتونا واديتوا اداء كويس، بس مستنيين المرحله اللي جايه ميداليات اكتر ليكوا باذن الله. هنروح لجزء تاني في العاب الماء، وهي السباحه التوقيعيه او البليل المائي. جزء مهم جدا، في بطوله كل سنه بتقام باسم الراحله نرمين فاضل. تعالوا نشوف النادي الاهلي عمل فيها ايه. ما شاء الله عليه، دايما في بطوله نرمين فاضل بيحقق حاجات كتيره. بطوله منطقه القاهره نرمين فاضل، كاس اول عام البطوله، مرحلة 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات و 11 سنة. ما شاء الله، زي ما احنا شايفين قدامنا، ولادنا هم قدامنا، ده البليل المائي اللي لسه برضه جاي من بطولة قريب، ولسه برضه بيحققوا، والمجلس الإدارة بيعملوا سبورت قوي جدا. كان زمان كان بالنسبة لنا البليل المائي كان زمان قوي، من 30 سنة مثلا كان حاجة مهمة جدا في النادي، لكن فعلا مرة تانية قدر مجلس إدارة النادي الأهلي يرد الموضوع ده، وقدر يطلعهم بره احتكاك عشان يرجعوا يعملوا النتائج الكويسه الجميله دي اللي احنا شايفين بيها ولادنا. تعال نشوف، نطلع من الالعاب الفرديه ونطلع من العاب الماء، هنروح للعبه فرديه مهمه بالنسبه لنا. لعبه كان بطلنا كريم عبد الجواد كان متربع على قمه الترتيب العام، لكن ده كان من فتره، لكن تعال نشوف ترتيب العام للسكواش في العالم لابطالنا الموجودين في النادي الاهلي، ترتيبهم ايه؟ الترتيب ده خلال شهر فبراير: ياسرب عادل المركز 17، كريم عبد الجواد المركز الخامس بيتأخر، لكن كريم اعتقد كان اخر تصنيف ليه التاسع او العاشر، وطالع تاني مرة تانية لاعتلاء العرش بإذن الله. كريم علي فتحي المركز 47 كده. دول ثلاث لعيبة السكواش عندنا في النادي الأهلي، 17 يسرب وكريم الخامس، و47 كريم حلي. يعني ان شاء الله باذن الله في التصنيف اللي جاي نتمناهم لاعلى شويه، وهنتابع التصنيف العالمي لان التصنيف ده بينزل كل شهر بيكون متواجد. هنشوف اولادنا ان شاء الله باذن الله يطلعوا للمراكز الاعلى باذن الله. هنروح لكره اليد الرجال ونتائج الاسبوع في كره اليد، وحاجه مهمه جدا ماركوفيتش بيعمل دلوقتي معسكر موجود فيه اللاعبين، علشان كان عمل معسكر عفوا كان موجود فيه اللاعبين وبداوا يلعبوا وبداوا معاه. تعالوا نشوف نتائج كره اليد الاسبوع ده قالت ايه بالظبط. الاهلي في دور 32 كاس مصر، الماتش ده اتلعب بدون اللعيبه الدوليين اللي كانوا جايين مراهقين من بطوله العالم. الاهلي بيفوز 31-18. في كرة اليد شباب في دوري المرتبط مواليد 98،
الاهلي 31 هليوبوليس 31. السن ده قوي جدا في نادي هليوبوليس وقوي جدا في النادي الاهلي، فرقتين من اقوى الفرق الموجوده في ال 98. تعالوا نشوف تقرير عن الماتش ده، ماتش كان مهم بالنسبه للنادي الاهلي، تعادل 31-31. تعالوا نطلع التقرير وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نكمل نتائجنا في الاسبوع ده. بقول الحمد لله النهارده قدر ما شاء فعل. تعادل يعني تعادل مهم جدا برضو. احنا كنا اخر هجمه معانا كوره وكان باقي 37 ثانيه وكوره معانا، بس ربنا ما ارادش ان احنا نجيب الهدف ونكسب المباراه. بس في حد ذاتها الحمد لله في وجود الاصابات اللي عندي الكبيره قوي، اللي انا الاسبوع اللي فات كان عندي ماتش كاس في دور ال 16 مع الاولمبي ولعب من غير خمسه اساسيين، حضر منهم اثنين بس موجودين في الماتش النهارده مع اصاباتهم كمان، كنت بحاول انزلهم شويه وشويه. يعني اخر حاجه عبد الوارث نزل في اخر 8 دقائق وبرده مصاب، كاستيلو اتحمل على نفسه طول المباراه. اعتقد الفرقه الحمد لله قضت النهارده مباراه كويسه مع فرقه اعتقد من احسن فرق في السن ده، عندهم حوالي اربع عناصر بيلعبوا درجه اولى مع الكابتن الفي وكمان المنتخب مصر للشباب. والحمد لله النهارده كده، وان شاء الله جاي احسن، وعندنا ماتش الزمالك الاسبوع الجاي يوم 12. ان شاء الله حاله المصابين على الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون اكتمل ان شاء الله، عندي زياد عادل، عندي كاستيلو طبعا، عندي بيبو، عندي عبد الوارث، عندي ياسر من مواليد 2000، بيبو وياسر من مواليد 2000 في منتخب مصر 2000. خمسه دولت لو كانوا من غير اصابات الحمد لله كان فرقوا معانا، بس طبعا بقول الحمد لله على النتيجه النهارده. ماتش الزمالك طبعا اكيد هو ليه طابع خاص في اي لعبه، بس كانت يدي او كوره او اي حاجه. ان شاء الله هنستعد له استعداد كويس جدا، ان الماتش ده مهم برده ان احنا بنلعب على الاول ان شاء الله. ربنا يكرمني قبل البطولات المجمعه ان شاء الله، ان احنا بيختاروا اول ست فرق ابو دوره مجمعه، يعني ان شاء الله هلاعب اليوبلس تاني، هلاعب زمالك تاني، هلاعب فرقه تانيه تاني في دوره المجمعه ان شاء الله. زي ما شفنا كابتن يحيى يوسف كان ماتش مهم الاهلي واليوبلس، ماتش قوي، لكن هو كان عنده خمسه مصابين. مش ده مش تبرير يا كابتن يحيى، عايزين حتى لو عندنا اي كم مصاب عايزين دائما الفوز للنادي الاهلي. خلينا نشوف مواليد 2000 عملوا ايه الاسبوع ده عشان نقول النتائج. مواليد 2000 كان عندهم دور الثمانيه في كاس مصر، كسبوا نادي الترسانه 33-21. كره اليد ماشيه بخطى ثابته ما شاء الله، حاجه مهمه وسريعا. ده النهارده الاهلي بيفوز على في دوري المحترفين على النادي الاولمبي كام؟ 26-25. الماتش لسه خلصان حالا، لسه النتيجه جايه لي حالا 26-25. النتيجة قريبة، الناس الجماهير ممكن تكون قلقانة، أعتقد ده أول ماتش بعد توقف تقريبا شهر ونص عن الدوري وسفر اللعيبة لبطولة العالم، لسه الانسجام، لسه أكيد الخواجة في انسجام بيحصل بين اللاعبين. طب بس تعالوا نخرج تقرير لمواليد 2000 نشوف عملوا إيه بعد ماتش الترسانة وقالوا إيه على مباراة الترسانة في دور الثمانية. طبعا الحمد لله المباراه عدت، ولكن طبعا الناحيه الفنيه الاولاد ما كانوش بصوره جيده. طبعا انا عندي كتير قوي من الفرقه ناقصين، عندي حوالي ست لعيبه مصابين من اللعبه الاساسيه، ولكن برضو لعيبه 2002 بصراحه النادي الاهلي عاملين معايا شغل كويس جدا، وهم يمكن الاغلبيه النهارده كلهم كانوا بيلعبوا مواليد 2002، وكنت بحاول بقدر الامكان اريحهم، لان هم عندهم بطوله طبعا مع الكابتن محمد عادل قريبه، بطوله البحر المتوسط هنا في مصر، فكنت بحاول برضو ما اجهدهمش قوي. احترمنا طبعا فرقه الترسانه، ولكن حاولنا الشوط الثاني يعني نريح كل الناس، لان كل الفرقه عندها ماتشات مهمه، عندي اصابات كتير لازم احافظ عليها، و2002 نفس الكلام عندهم بطوله مهمه كنت لازم احافظ عليهم. يعني دايما اللعيب المصري دايما بيبص للفرقه، طبعا انا بحترم جدا جدا فرقه الترسانه واي فرقه بنيجي نلعبها ليها كل الاحترام والتقدير، لكن دايما اللعيب بيحس ان هو فرقته من حيث العناصر افضل، مش طبعا مش اقلل من فرقه الترسانه خالص يعني، بس بتكلم هو بيبقى شايف الماتش سهل.
فلما بيتحط تحت ضغط وعارف ان الماتش مش سهل بيبتدي يلعب. فالبدايه انا كنت متوقعها يمكن قبل المباراه اتكلمت معاهم، ما كانتش فنيات كتير على قد ما اتكلمت في بدايه التسخين في بدايه المباراه، وكنت اللي متوقع كان حاصل. يمكن يعني حتى كنت المفروض اخد تايم اوت في الاول لما النتيجه بقت 4-1 و5-1، لكن انا كنت بنسبه كبيره جدا مطمن، لان عارف ان اللعيبه بدايتها هتبقى وحشه لان ما سخنوش كويس، مش جاهزين كويس، وده بنعاني منه مع جميع اللعيبه المصريين. يعني دايما دي مشكله بتحصل على طول، يعني دايما بتحصل لعيب بيلعب على قد المباراه وده ما ينفعش. فانا بحاول اعلم او يلعب على سيستم معين، يبقى ليك انت سيستم طريقه لعب سواء دفاعيه سواء هجوميه، تلعب اي فريق، تحترم كل فرقه، بتنفذ شغلك وربنا سبحانه وتعالى النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هو احنا ابتدينا في الشوط الاول من اول الماتش خالص كناش ادائنا كان وحش قوي، فهم فرقوا علينا 4-5، بعدين ابتدينا نلم فرق وجبنا وعديناهم فرق 2، خلاص الشوط الاول فرق 2 تقريبا. كابتن دخل اتكلم معانا وقال لنا لازم نزود الفرق عشان لو فضلنا معاهم جون بجون وكده هيجيبونا في الاخر، عشان هم موتين نفسهم ما عندهمش حاجه يخسروها. بس فدوسنا عليهم فرقه 4-5 فوقعوا خلاص، يعني الماتش كان سهل بعديها. والله احنا عندنا اكتر من 5 لعيبه مصابين تقريبا، فنص الفريق تقريبا مصاب ومصعدين من 2002 اصغر مننا بتاع 5 لعيبه كمان. بس احنا بنلم بعض واللي بينزل بيموت نفسه في الملعب وخلاص، يعني كبايه على ربنا. هو الماتش ده يعني هم الترسانه دولت ما بيلعبوش معانا في الدوري، فما عندهمش غير كاس مصر يلعبوه، فاحنا يعني هم جايين هدفهم كله الماتش بتاع النهارده ده ان هم يبقوا كسبوا الاهلي وفي ملعبه وخرجوه من كاس مصر. بس احنا الحمد لله يعني هو الماتش الصراحه ازم في الاول فعلا زي ما انت قلت، وكان شبه يعني ان هم كانوا متقدمين علينا فرق 5، بس الحمد لله احنا رجعنا عشان احنا عندنا لعيبه كتير يعني في منتخب مصر ولعيبه فاهمه وعاقله وكده. بس فالحمد لله الماتش يعني جه بسهوله. احنا السنه اللي فاتت خرجنا من نفس الدور اللي هو دور النص النهائي، فلازم السنه دي يعني زي ما تقول كده ما ينفعش نخرج مرتين من نفس المركز، وبالذات ان احنا الاهلي بنلعب بطوله. فالسنه دي ان شاء الله احنا ناويين ناخد البطوله، يعني حتى احنا عندنا اصابات كتير جدا زي ما احمد اسامه قال، يجي 5 لعيبه واساسيين يعني المفروض من السبعه اللي بيبقوا في الملعب. بس وكمان عايز اقول لك ان 3 منهم في منتخب مصر، يعني اساسيين في منتخب كمان، محمد لاشين وياسر محمد وعمر بيبو ومحمد تامر. بس يعني الحمد لله ان احنا اصلا بنعدي الفتره دي زي ما تقول بخبره كده، الناس اللي موجوده بتشيل والناس اللي طالعه من تحت بتادي معانا برضه. هو الماتش كان مأزم شويه في الاول، كان متوقع كل ده يحصل، كان عندنا دروب الفتره اللي فاتت، عندنا 5-6 لعيبه مصعدين مع 98 بيلعبوا معاهم دوري وكاس برضه، وعندنا اصابات كتير، عندنا محمد تامر وانجرايت مهم في الفرقه، محمد لاشين بكرايت مهم في الفرقه، واحنا عندنا 6 شول مصابين من ناحيه الرايت تقريبا ما فيهاش شول. فاحنا مصعدين ناس من تحت من 2002 بيلعبوا معانا، ناس كويسه برده، وان شاء الله يعني بنحاول نعمل عليهم. بصراحه يعني هو الفتره اللي فاتت الفرقه مش بتتمرن مع بعض بشكل كامل، عندنا ناس متصعده 98، اللعيبه الدوليه بتاعت الفيرست تيم كانوا عندهم كاس عالم، فعندنا لعيبه كانت مرن مع الفيرست تيم، والموجود يعني الحمد لله كان بيسد. فمتمرناش مع بعض غير امبارح مثلا، الفرقه كلها كانت موجوده، وبنحاول ان شاء الله يعني نعمل ماتش الزمالك الجاي. كابتن محمد يحيى بيقول المباراه كانت فنيه ما كانتش كويسه، صريح جدا، حاجه كويسه ان احنا نصرح نفسنا. بس ولادنا عندهم كلمه كده ان احنا ناقصين، لا احنا مش ناقصين، النادي الاهلي ما بينقصش، في اصابات ده حال الملعب حال الرياضه، لكن مهم قوي زي ما حميد الجول كيبر بيقول عايزين نعدي الدور الجاي، الدور الجاي السنه اللي فاتت خسرنا فيه، لازم نعديه، هي دي روح النادي، هي دي ولاد النادي، هي دي الاسلوب اللي احنا لازم نلعب بيه، لازم يكون عندنا حماس وروح حتى لو احنا ناقصين لاعب او 2 او 10، لازم نعدي باولادنا الموجودين لان كل اللعيبه تستحق تلبس تيشيرت النادي الاهلي، فلازم نكون عارفين ان في المرحله اللي جايه الماتشات كلها ما تقبلش خساره، الجماهير مش عايزه خساره، الجماهير عايزه مكسب وفرح، لازم نفرح الجماهير الكبيره المتعطشه للمكسب اللي هي ورانا بالملايين، لازم نقول لهم ونقول للناس احنا متواجدين في كل الالعاب ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه باذن الله يعدوا ويبسطوا جماهيرهم. خلينا نسيب كره اليد رجال ونطلع لكره اليد سيدات، كان لسه في ماتش النهارده بين النادي الاهلي للدرجه الاولى سيدات ونادي الزور، النادي الاهلي كسب 26-6، ماتش خلصان من بدري، لكن تعالوا نروح لنتائج الاسبوع لسيدات النادي الاهلي في الاسبوع ده عملوا ايه في كره اليد. في الدوري السيدات الاهلي بيفوز 26-21 على نادي طيران، وفي كاس مصر الاهلي بيفوز على نادي سموحه القوي
في السيدات 32-27. مباراة مهمة الأهلي قدر يعديها. تعالوا نشوف سيدات الأهلي بيقولوا عن المباراة هي وكابتن ياسر صلاح، وترجعوا لنا مرة تانية بعد التقرير. الحمد لله طبعا على مكسب النهارده، مكسب غالي. انت عارف ان ماتشات الكاس دي بتبقى ليها شكل تاني من الدوري. احنا الاسبوع ده كنا عندنا لاعبين قبل ماتش الكاس ده 3 ماتشات، النصر والظهور والطيران، ودخلنا على ماتش الكاس. كل ده في اسبوع، وعندنا برضو يوم الخميس مباراه. تمام، ده ضغط طبعا عصبي على البنات. تدريج المباراه نفسها، العامل النفسي كان مهم جدا. فالحمد لله ربنا كرمنا، احنا مدرجين المباريات لغايه بس نخلص الاسبوع اللي هو مضغوط ده. تمام، فان شاء الله انا شايف ان احنا ماشيين في الاتجاه السليم. انا عندي ياسمين عبد الرحيم، الباك بتاعهم جاي من ظهره، فهو بيعمل ايده كده فجت في صدره، وهو بيقول انها جت في وش البنت. طبعا القانون بيقول ان طالما في وش البنت لازم ياخد احمر. خد احمر، بس انا شايف ان هو الاحمر بتاعنا ان هو ادى الاحمر واحنا كنا مغيرين خلاص، فغيره ادى له وهو جوه الملعب. تمام، ما لحقناش احنا نطلع بره الملعب او ما تنبهناش ان احنا المفروض ننقص واحد. طبعا المعترض بتاع سموحه قام مضطر يعترض وطردنا واحد من عندنا. الحمد لله نظمنا الوقت اللي فات ده كله، انت عارف الامتحانات واجازه نص سنه، وكان الموضوع بالنسبه لنا صعب. وانت عندك كمان اليومين دول جداول الجامعه، ولازم الطلبه هم يحضروا عشان ياخدوا الجدول، لا اما ما يحضروش تاني. فده كان ضغط عصبي علينا كلنا، بس الحمد لله عدينا منه. الحمد لله الماتش النهارده كان كله جري. فرقه سموحه من الفرق السريعه المحترمه طبعا جدا، بنعمل لها الف حساب. طبعا زي نهائي مبكر، هم فرقه تقيله ولعبناهم في دور ال 16، فلازم حد فينا هيكمل. فالحمد لله ان عنصر الملعب كان معانا، بنلعب على ارضنا، فده كان مدينا افضليه شويه. واحنا الشوط الاولاني عملنا فرق هو اللي احنا حافظنا عليه لحد الاخر، فالحمد لله ده اللي فرق معانا. طبعا في النقص العددي اللي كان رهيب في الشوط الثاني، فده اللي فرق معانا الحمد لله. مواجهه اكتوبر، بص احنا لسه مخلصين، فلسه بنشوف، لسه عندنا ظهور قبل ماتش، فلسه بنشوف الاول الظهور نخلصه، بعد كده نبتدي نفكر في ماتش اكتوبر. بس ماتش يعني فرقه اكتوبر كانت باي، يعني النهارده ما لعبتش وصعدت، فاحنا ان شاء الله يعني هيبقى لينا برضو حسابات. الحمد لله احنا جوه زي يعني ال 16 لعيب ويمكن اكتر كمان، في ناس مش متسجله، اللي بينزل هو بيأدي مش فارق، فالكابتن بيبقى عامل ده في حساباته. فلان فايق النهارده فهو يكمل، في غيره هيكمل ماتش تاني، فيعني الحمد لله عندنا بدلاء كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على المكسب. تاني حاجه، احنا بس ضغط ماتشات، احنا بنلعب كل يومين ماتش، ممكن في الاسبوع بنلعب 3-4 ماتشات، فهو ده حمل علينا كده زياده شويه لود، ان احنا بنعمل ماتشات كلها جامده. فالحمد لله قدرنا النهارده ده ماتش كاس نخش دور الثمانيه، فقدرنا نكسب الحمد لله. الماتش كان معقرب شويه، فالارهاق بيبني من اول الماتش، بس الحمد لله قدرنا نفرق بعد كده طول الماتش يعني الحمد لله. ان شاء الله فرقه الظهور برده فرقه كويسه، فرقه محترمه، عاملين لها منحضر لها بكره ان شاء الله. خلاص قفلنا في صفحه الكاس، بعد كده مسافرين يوم الجمعه اسكندريه، عندنا ماتش في الدوري يوم السبت، بعد كده نروح نيجي على من اسكندريه نروح ثاني ماتش على اكتوبر ان شاء الله. فزي ما بقول لك ان هو في ماتشات كتير ورا بعض كده عشان الدوري مضغوط، فهو ده بس اللي عامل لنا سبب الكلام ده. دوري مضغوط من كابتن ناصر، بيقول دوري مضغوط علشان حصل فترة توقف كبيرة. الاتحاد الرياضي ضغط الدوري عشان رمضان، عشان يعني نلحق نخلص قبليها. ضغط عليهم كتير، هي شايفة الحمل كبير. شايفين ان اول مباراة برضو ما كانش متناسب، لكن قدروا يجمعوا امورهم في مباراة سموحة بالذات. دي كانت مباراة مهمة ومباراة قوية بالنسبة للنادي الاهلي سيدات. خلينا نروح لمواليد 2000 في كرة اليد، كان عندهم بطولة جمهورية ولعبوا ماتشين. خلينا نشوف نتائجهم، قالت ايه نتائج الاسبوع ده ليهم. مواليد 2000 بطولة الجمهورية لعبوا ماتشين، اول ماتش بين الاهلي وسبورتنج 22/7، ما شاء الله عليهم. وفي المباراة الثانية الاهلي لعب شبان مسحية اسيوط، الاهلي بيفوز 18-1، نتيجة كبيرة جدا. لكن اكيد فرقة شبان مسحية اسيوط لسه بيبدأوا في الموضوع، لازم نشجعهم ولازم نقول لهم لا تكملوا، عشان في المرحله اللي جايه تلاقي عندنا
فرق سيدات كتيرة ومتواجدة. خلينا نمشي من كرة اليد ونروح لكرة السلة. وكرة السلة اللعبة اللي هي بكرة إن شاء الله افتتاح بطولة أفريقيا المرحلة قبل الأخيرة في بطولة أفريقيا عشان المؤهلة للمرحلة الأخيرة في البطولة الأفريقية. ثلاث فرق بكرة مع النادي الأهلي، بكرة بعده الجمعة والسبت والحد عفوا، والماتشات بتاعت الأهلي 8:30 هنكون متواجدين معاهم جوه الصالة، هنعمل هنا استديو في الهواء تحليلات كل حاجة كل الأخبار هتلاقوها عندنا بكرة. هنبدأ بكرة 8:30 وبعد الهواء وبعد ما نخلص الماتش هيكون معانا كباتن ونجوم كبار للتحليل على مباراة الأهلي في افتتاح بطولة الأفريقية. خلينا نروح لنتائج كرة السلة الأسبوع ده عملوا إيه قبل البطولة الأفريقية، كانت آخر مباريات وآخر استعداد للبطولة الأفريقية. نتائج كرة السلة رجال دوري السوبر، الأهلي بيخسر من الاتحاد السكندري 73-67، يعني مباراة ما يعني ناس قالوا النادي الأهلي ما كانش فيها أحسن حال. خلينا نقول إن النادي الأهلي كان بيستعد للبطولة الأفريقية، نقول للاعبين لا لازم ناخد بالنا إحنا داخلين على بطولة مهمة، الجماهير عايزة البطولات، ممكن الماتش يعدي لكن البطولة ما تعديش، عندنا بطولة مهمة جدا من بكرة، ثلاث ماتشات ورا بعض لازم إن شاء الله بإذن الله ناخدهم ونقول للناس النادي الأهلي مختلف في الباسكت عشان ننسى هذه الخسارة من الاتحاد السكندري. كان النادي الأهلي فاز على الاتحاد السكندري في نهائي بطولة الدوري دوري المرتبط، فاز النادي الأهلي عليه وخلص الدوري المرتبط، لكن عايزين كمان في دوري السوبر لأن دوري السوبر هو الأقوى بين الفرق بإذن الله. المرحلة دي النادي الأهلي وصل فيها للمركز الثالث بعد ما كان متسيد أو متزعم الترتيب في الأسابيع الأخيرة، لكن هنتكلم في الأمور دي كلها بعد بطولة أفريقيا. نتمنى التوفيق ليهم بإذن الله ويمتعونا في الثلاث مباريات الجايين. خلينا نسيب الفريق الأول ونروح لـ 16 سنة ونتائج الفرق الناشئين في كرة السلة. كرة السلة ناشئين في بطولة منطقة القاهرة 16 سنة الأهلي بيفوز على مصر التأمين 47-15. بطولة منطقة تحت 14 سنة الأهلي بيفوز على الجزيرة 69-44. دي نتائج اللي عندنا في الأسبوع لكرة السلة. نسيب كرة السلة رجال ونروح كرة السلة سيدات ونتائج دوري السوبر، وما شاء الله الفرقة مركزة وراحة بإذن الله للمنى والمراد بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي بإذن الله. تعال نشوف نتائج كرة السلة سيدات. في كرة السلة سيدات دوري السوبر الأهلي بيفوز على سموحة 90-80، فرق 10 بونت. وفي دوري السوبر أيضا الأهلي سيدات بيفوز 86-78. الماتشين دول كانوا موجودين على لعبوا في أرض اسكندرية، لعبوا معاهم في اسكندرية والنادي الأهلي قدر يفوز على سموحة وسبورتنج في عقر دارهم. ما شاء الله على سيدات الأهلي، المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا، مرحلة متطلبة اللي هي الجهد والعرق عشان نقدر بإذن الله يحققوا اللي احنا متمنيينه ليهم بإذن الله. هنروح لبطولة منطقة القاهرة تحت 18 سنة ونشوف نتائج الأسبوع ده برضو عملوا إيه لكرة السلة في الشبات. تحت 18 سنة بطولة منطقة القاهرة الأهلي بيفوز 63-56 على نادي الجزيرة. وبطولة منطقة القاهرة تحت 14 سنة النادي الأهلي بيفوز 53-33 على نادي أيضا نادي الجزيرة. بكده الماتشين كده خلصنا كرة السلة، هنروح لكرة الطايرة رجال ونشوف نتائجهم الأسبوع ده قالت إيه. في نتائج كاس مصر كان بيلعب بيترو جيت، هنشوف نتائج الأشواط عملوا إيه للنادي الأهلي. كرة الطايرة رجال في كاس مصر الأهلي بيفوز على بيترو جيت 3-0. نتائج الأشواط 25-14 للأهلي، 25-17 و 25-19. ما شاء الله عليهم رجالة الطايرة، ما شاء الله كل الجماهير عندها أمل كبير جدا في رجال الطايرة لحصد بطولات الموسم السنة دي بإذن الله. لازم اللعيبة تزيد كمان وتعلى كمان في الماتشات اللي جاية عشان تخلص زي ما احنا عايزين بإذن الله. تعالوا نخرج تقرير عن مباراة الأهلي وبتروجيت في الكرة الطايرة وترجعوا لنا مرة تانية. المباراة كانت الحمد لله سهلة، قدرنا نكسبها 3-0 ونطلع دور قبل النهائي. إن شاء الله يكون
نكون عند حسن الجماهير يعني ونكسب الكاس ان شاء الله. ان الفتره اللي فاتت يمكن كلها فتره كانت صعبه جدا من ناحية الفنيه والبدنيه بالذات، لان انا كان عندي فرق يعني ناس كتير جدا كانوا في المنتخب. جت فتره اولى اللي هي بطوله العالم، الناس جت، وفتره البطوله العربيه، كون ان احنا ان انا اقدر اخلي الفرقه كلها في حمل بدني واحد، دي كانت بمنتهى الصعوبه. فتره كانت صعبه جدا في الاولانيه ديت. الحمد لله يعني قدرنا نخلي الفرقه كلها تحمل بدني واحد يعني، وان شاء الله هدي لهم فتره راحه يومين كده يلتقطوا الانفاس، وبعدين ان شاء الله نبتدي المرحله الجد والاهم في الموسم كله، اللي هي مرحله دور الثمانيه في الدوري، اللي هتبدا ان شاء الله يوم 16 مع نادي الطيران، وبعدين مع نادي سبورتنج، وبعدين مع نادي سموحه، وبعدين مرحله ثانيه اللي هي مع نادي الجيش ونادي قناه، وبعدين مع الاتحاد ومع الزمالك يوم 3/3 ان شاء الله. فالفتره دي كلها تعتبر مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. يمكن الموسم كله انا بعتقد نجاحه في الفتره دي ان شاء الله. والله احنا دلوقتي عندنا بنجهز محمد عبد المنعم ان هو ان شاء الله يخش مع الفريق الفتره الجايه، ده ورقه مهمه جدا بالنسبه لي. بالنسبه لسيرج المحترف عنده مزق في السمانه، هيقعد تقريبا اسبوعين، ده برضو حاجه مهمه جدا لان هم الاثنين في مركز واحد. وعندنا قطب ان شاء الله يرجع بقى يعني من اصابه الرباط الصليبي، لو رجع على بطوله افريقيا هيبقى حاجه طبعا كويسه جدا، ونقطه طبعا او ورقه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا يعني. الحمد لله طبعا على المكسب اللي احنا كسبنا 3-0، وان شاء الله هنقابل الداخليه والشمس، احنا ماشيين بسيستم واحد. لا ان شاء الله هدفنا طلب بطولات باذن الله، الدوري والكاس وافريقيا باذن الله يعني. احنا لعبناهم مرتين قبل كده في الدوري، فطبعا عملنا عليهم سكاوتنج وحفظنا كل واحد واتجاه ضرب واحد، فبيقعد يقول لنا يعني الاتجاه ده ضرب كده وكده، وبنيجي قبل الماتش اصلا بساعتين عشان نعمل محاضره، والحمد لله بننزل بنسمع الكلام فبنكسب الحمد لله. احنا على طول بنتمرن الصبح وليل، وهو امبارح كنا اتمرنا صبح صبح وبعد الظهر على طول، و الحمد لله احنا كسبنا يعني. والله الحمد لله يمكن النتيجه كويسه، فرقه القناه من الفرق اللي صعدت الدور الثمانيه، ونحن اتغلبنا عليهم النهارده 3-0 الحمد لله، وقدرنا نعدي مرحله مهمه، وبعد كده ان شاء الله مستنيين قبل النهائي والنهائي ان شاء الله للكاس. الفتره دي كلها كل الماتشات تتاخد بجديه ايا كان هو المنافس، عشان تقدر تدي فرص لناس اكتر في الفرقه، ناس صغيره، كل الفرق تقدر توزع الحمل كويس على اللعيبه، فنقدر كل الناس اللي تلعب تاخد الموضوع بجديه اكتر يعني. احنا اغلب بطولاتنا ما بتبقاش عارف مين هتلعب مين امتى، انت كل تركيزك انت عندك 3 بطولات عايز تكسبهم، ايا كان المنافس قوي ضعيف نفس المستوى اقل، انت لازم تركز انت تكسب وتخلص اسرع وقت ممكن يعني. احنا عندنا قبل المربع الذهبي ان شاء الله عندنا نهائيات الدوري ان شاء الله يوم 16، واعتقد داخلين قبلها بيومين 3 او حاجه معسكر، وعندنا تمرين ان شاء الله من يوم الخميس والتجهيز للدور الثمانيه ان شاء الله. توقعنا نتيجه مش يعتبر سهل نسبيا، بس احنا طبعا مالناش دعوه بالفريق الخصم، احنا يعني مركزين على نقاط القوه والضعف في الناحيه الثانيه، فالحمد لله الماتش بيقربنا اكتر واكتر نحو التتويج بالكاس يعني ان شاء الله، لان احنا طبعا انت عارف احنا حاملين اللقب، فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا باذن الله ونفوز بالكاس السنه دي كمان. احنا قبل المباراه بنعمل بيبقى في سكاوتنج، محاضره فيديو كده قبل الماتش، بنعرف نقاط القوه والضعف دي اللي بنشتغل عليها من خلال المباراه. اثناء المباراه طبعا احنا يعني كابتن ميدو من تعليماته بره بيقدر يقول لنا نلعب في المكان الضعف او في نقطه الضعف الناحيه الثانيه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله بفوز النهارده. كابتن ميدو بيجرب بقيه اللعيبه كلها، بيبقى لما بيشوف مثلا ماتش بيبقى سهل نسبيا ليك، فانت لازم تجرب بقيه اللعيبه اللي قاعدين بره وكده، فما فيش تراجع ولا حاجه، بس هو يمكن الناحيه الثانيه ركزوا اكتر شويه، لكن الحمد لله يعني قدرنا اللي احنا بخبرات اللعيبه وخبره الجهاز الفني اللي احنا نفوز في الاخر الحمد لله. احنا من بدايه الموسم واحنا شغالين على سيستم معين ماشيين عليه، بنتمرن صبح وبالليل 3 ايام في الاسبوع، فالاستعداد هو يعني الاستعداد احنا الحمد لله يعني مستعدين كويس جدا ايا كان مين هنقابله في قبل النهائي، واحنا كمان يعني تفكيرنا كله بنبص على التتويج يعني بالكاس، فربنا يكرم ان شاء الله وايا كان مين اللي هنقابله باذن الله. ده كان تقرير من مباراة الأهلي وهيئة قناة السويس. الأهلي كسب فيها 3-0، واللاعبين كانوا حاسين يعني ان المباراة كانت قريبة، لكن هنشوف نتائج الأشواط دي قالت ايه بالظبط على قدامنا على الشاشة. الأهلي وهيئة قناة السويس في كأس مصر الشوط الأولاني 25-13، 25-11،
اخر شوط 25-22 هو ده الشوط اللي اللعيبه بتتكلم عليه، هو 25-22 لعيبه هيئه قناه السويس قربوا على فريق النادي الاهلي. نسيب الدرجه الاولى واولاد الدرجه الاولى رجاله الدرجه الاولى ونروح ل 17 سنه ناشئين، نشوف نتائجهم الاسبوع ده قالت ايه في الكره الطايره. بطولة الجمهورية تحت 17 سنة الأهلي والاتحاد السكندري 3-0. الشوط الأول 25-12، الشوط الثاني 25-17، والشوط الثالث 25-12. ثلاث أشواط النادي الأهلي بيفوز بيهم مع الاتحاد السكندري. هنروح لكرة الطايرة سيدات. الناس كتيرة زعلانة لكن هقول حاجة مهمة قوي في الآخر على كرة الطايرة سيدات، لكن دايما هندعم فرقنا وهنقف وراه خسارة مكسب. احنا بنشجع النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي، بنشجعهم في كل الاوقات. هنشجع اولادنا في الخساره قبل المكسب، لان المكسب هو ده النادي الاهلي، لكن الخساره مش طبيعيه. اللي احنا بنتكلم عليها دايما ان احنا بنخسر، هو دي الحاجه اللي مش طبيعيه بالنسبه للنادي الاهلي، مش متعودين عليها، متعودين على المكاسب. لكن لازم نقول لاولادنا هارد لك، عملتوا مباراه ممكن يكون كان الدي اف بتاعهم، ممكن ما يكونوش في مستواهم، لكن دول ابطال اللي حققوا السنه اللي فاتت رباعيه كبيره عن الكره الطايره. تعال نشوف كرة الطايرة سيدات نتائج الأسبوع اللي فات في البطولة العربية، نشوفها على الشاشة. في كرة الطايرة سيدات في أول مباراة في البطولة العربية الأهلي بيفوز على المحرق البحريني 3-0، 25-6، 25-6، 25-12. مباراة بين الأهلي والزمالك 3-0، 25-20، 25-17 و 25-17. الاهلي والصفاقسي التونسي، هو دي المباراه الاهلي خسرها، خسر 3-0، لكن خسر الاشواط 25-23 والشوط الثاني 25-23 والشوط الاخير 25-19. بصوا البنات حاولوا، والبنات كانوا عندهم امل، وكلنا حاجات كتيره كانت عوامل مؤثره جوه المباراه دي بالذات. دخول عدم دخول الجماهير لاخر مباراه علامه استفهام، دخلوا كل الماتشات الا اخر ماتش مش عارفين ليه، اكيد في سبب، لكن وجود الجماهير داخل ارض الملعب اكيد بيدي روح مختلفه للاعبات النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي. نتمنى وجود الجماهير، ونتمنى برضو الجماهير تلتزم التزام مهم جدا عشان تخشوا تشجعوا النادي الاهلي، انتوا جزء لا يتجزا من المنظومه دي وجزء مهم كبير. لازم كلنا نكون عارفين ان جماهير النادي الاهلي هي الروح، روح الحياه بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه للاعبين النادي الاهلي. لكن برضو لازم نقول لجماهيرنا لازم نلتزم وما نخرجش عن النص في اي ماتشات، كان ماتشات كوره، ماتشات هاندبول، ماتشات طايره، ما نخرجش على النص، هنشجع نادينا لاخر وقت، نادي الاهلي بس. خلينا نروح بقى لتقرير لكابتن حمدي الصافي، هنشوف قال ايه على نهائي البطوله العربيه وخساره مباراه الصفاقسي. والله النهارده طبعا سبب الخساره طبعا احنا نمرة واحد عندنا اصابتين مؤثرين جدا اثروا فعلا في النهائي، كنا محتاجينهم معانا، نور ياسين ودانا شوقي، بالاضافه اللي بيسد مكانهم عناصر شابه يعني لسه ما عندهاش الخبرات الكبيره، بالاضافه طبعا انضمام اللاعبه ساره امين قبل البطوله بيومين، ده اثر طبعا لان هي ما حضرتش معانا فتره الاعداد وحضرت يومين بس في المعسكر، فطبعا ما لحقتش تندمج مع الفريق ولا اي حاجه. طبعا بقى عدم توفيق بعض العناصر من العناصر الاساسيه بتاعتنا في المباراه برضو ادى للهزيمه الحقيقه يعني. والله النهارده الكره الاولى كانت وحشه جدا عندنا الحقيقه، اثرت علينا جدا وعلى القوى الهجوميه عندنا، يعني المستقبلين النهارده ما كانوش كويسين يعني بالحقيقه بالامانه، يعني كان النسبه بتاعتهم تعتبر متوسطه فاثرت على هجومنا، بالتالي في الاوقات الحرجه كان فريق الصفاقسي بيخلص يعني. طبعا كنا بنحاول نهديهم لان كان في ناس ما يعني متوترين شويه، ما اعرفش رغم في ناس فيهم خبره وكده كان في بعض التوتر شويه اثر على ادائهم، كنا بنحاول نهديهم ونرجعهم الجيم وفعلا رجعوا شويه الجيم، بس يعني الوقت ما اسعفناش يعني. طبعا لازم نبتدي نشتغل تاني ونبتدي نجتهد لان كل الفرق بتشتغل وكل الفرق بتدعم، فلازم نبتدي نشتغل لو احنا عاوزين نحافظ على البطولات اللي عندنا، عندنا الافريقيه لازم نعوض فيها ونشتغل فيها جامد يعني. لازم نشتغل ولازم نجتهد. كابتن حمدي
كان كابتن النادي الاهلي ولعيب مؤثر جدا في تاريخ الكره الطايره في مصر مش في النادي الاهلي بس، وهو المدير الفني الناجح اللي احنا كلنا هنقف وراه. في السوشيال ميديا لقيت حتى الجمهور بيدعم، ودي حاجه مهمه جدا 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 ان الجمهور يدعم في وقت الشده، الوقت اللي احنا بنخسر فيه. كابتن حمدي بيقول لازم نشتغل ونجتهد، وانا بقول لك يا كابتن حمدي كنت معاك شخصيا، وفعلا كابتن حمدي ورجاله الطايره سيدات، رجال الطايره سيدات، صدقوني هيكونوا في الوقت المهم في اللي جاي القادم احسن. البطوله الافريقيه بطوله مهمه جدا، لكن نادي صفاقسي لازم ما نبخسش الحق، معاه اتنين لعيبه محترفين من البرازيل وامريكا، وهم لعبات اقوياء، لكن هم جايين لنا تاني في شهر ثلاثه تاني في البطوله الافريقيه. اتوقع ان الامور هتختلف، هتروح لحته تانيه خالص، لكن بنات الطايره وسيدات الطايره لازم يكونوا في الميعاد، وان شاء الله باذن الله هيسعدوا جماهيرهم ويسعدوا كل الناس زي ما ساعدونا قبل كده. خلينا نروح لاخر حاجه عندنا النهارده، وهي تقرير عن بطوله الجمهوريه تحت 16، عفوا انا اسف، نتائج بطوله الجمهوريه تحت 16 سنه، هنشوف قالوا ايه سيدات الطايره او نشأت الطايره. بطوله الجمهوريه تحت 16 سنه، الاهلي والاتحاد السكندري 3-0، الاهلي بيفوز 25-18 و25-14 و25-13، زي ما احنا كده نهينا نتائج الاسبوع، لكن في لسه نقطتين عندنا. في الاول في مباراه بين الاهلي ومنتخب القاهره، كويس، في اي تقرير عن هذه المباراه؟ كان مباراه وديه بين النادي الاهلي ومنتخب ومنطقه القاهره. خلينا نروح لتقرير ونرجع نتكلم على اخر نقطه، واتكلم على الكره الطايره سيدات مره ثانيه. بنبتدي الدور الثاني من بطوله الجمهوريه، وده اول مباراه وديه، فاحنا بنبتدي تدريجيا بالفرق، يعني ما بنبداش بفرق قويه، بنبتدي بفرق يعني ممكن تبقى اقل منك في السن بس هي فرق كويسه. المهم ان احنا نستفاد من التجربه، ان الولاد يحسوا بالمباريات، لان احنا بقالنا فتره واخد فتره امتحانات مريحين وراجعين، لسه ما كملناش اسبوع، فده اول مباراه وديه، فيعني ان شاء الله تبقى كويسه ونستفاد وهم يستفادوا. بطوله الجمهوريه بتختلف لان عدد الفرق بيزيد، وتخش فرق من مناطق ثانيه زي الاسكندريه والجيزه، ودول يعتبروا يعني المنطقتين اللي هم بينافسوا القاهره في الـ في الـ في الفولي بول. اسكندريه بالذات عندها فرق كويسه، سموحه، اصحاب الجياد، وفي منطقه الجيزه برضو والزمالك، فرقه السيد الدقي، هي تقريبا فرقه اللي بتنافس النادي الاهلي هي فرقه السيد الدقي، فرقه مميزه، عنده عناصر في المنتخب، واحنا برضو الحمد لله فرقه مميزه وعندنا عناصر كتير في المنتخب، فربنا يسهل ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونفوز بالبطوله ونهديها للنادي ان شاء الله باذن الله. والله هي بطوله المنطقه نظمها الاتحاد المصري للكره الطايره استعدادا للاعيبات كلها سن 14 سنه لبطوله امم افريقيه شهر سبتمبر في القاهره. فبطوله المناطق بتتميز ان احنا منطقه القاهره مع منطقه الجيزه مع منطقه الاسكندريه، والنهارده ان شاء الله من تصفيات 20 محافظه هيطلع خمس مناطق، هنوصل 8 فرق ان شاء الله، هيتعمل من مجموعتين، عندي 8 لاعبات من النادي الاهلي في المنتخب القاهره، ومعايا 7 لاعبات من المنتخب من نادي دجله، ومعايا من نادي الشمس، ومعايا من نادي الزهور، ومعايا من نادي المعادي، ومعايا من نادي الجزيره، فالحمد لله نخبه كبيره جدا وحلوه جدا من اللاعبات في السن ال 14 سنه يعني. المنتخب عباره من 20 لاعيبه، 20 لاعيبه هنختارهم عن طريق منطقه اسكندريه او منطقه الجيزه او منطقه القاهره او باقي المناطق اللي هيبقى موجود فيها العناصر اللي تقدر تمثل منتخب مصر الاول ان شاء الله. انا لعبت من يومين مع نادي الشمس، لعبت مع نادي الاهلي فرقه 18 سنه، ولعبت مع نادي الشمس 18 سنه، وكان ولعبت شوط جامد بالدرجه الاولى مع نادي الشمس، والنهارده بلعب النهارده مع فرقه 16 سنه نادي الاهلي، وتعتبر 16 سنه من احلى العناصر الموجوده في نادي الاهلي. كنا عاملين تجميع يعني، و يعني خلوا يعني كل النوادي تيجي من سنين يعني، فبعد كده يعني كنا بنتسخن وكده، بعد كده ندهوا على كام بنت واساميهم ونادي ايه، ويعني تعرفوا عليهم شويه كده، بعد كده وبس، بعد كده بعتوا بقى الفاكس للنوادي بالاسامي يعني. طبعا يعني حافظ على اكل يعني وكده، والتمارين طبعا يعني ما وقفهاش، بحاول يعني، واتمنى ان ابقى احسن يعني في اللعب، وابقى من افضل اللعيبه يعني في البطوله العربيه مثلا او في العالم ان شاء الله.
احنا طبعا احنا بنستعد بقالنا كتير، احنا بنتمرن بقالنا شهر تقريبا، وبنتمنى ان احنا نعمل مباراه كويسه. بنتمرن بقالنا كتير ويعني على امل ان احنا نكسب النهارده، لان احنا مستوانا مش يعني يجيبهم وبزياده ان شاء الله يعني. واحنا مستعدين بقالنا كتير يعني، اعتقد ان تمريناتنا نفعتنا قوي، واحنا بنتمرن بقالنا كتير وكابتن نجلاء بتفيدنا يعني بحاجات كتير. ان احنا نلعب اصلا ناس اكبر مننا دي حاجه يعني حاجه جامده، وبالذات ان هم منتخب مصر اول وكده، فليهم خبره جامده. فيعني الحمد لله احنا استفدنا وقفة ملعب، استفدنا ان احنا نعرف هما بيشوطوا ازاي، نقراهم ازاي لما بيجوا يشوطوا. فيعني الحمد لله كانت ماتشات كويسة. طبعا استفدت حاجات كتير جدا من المنتخب، وطبعا من النادي بتاعي، هو يعني هو اللي دخلني المنتخب، وانا جاي يعني جاي اسمي في الفاكس بتاع اللي جاي من المنتخب. الحمد لله اللي انا دخلت، واتمنى ان انا افضل فيه ان شاء الله. طبعا بشتغل على نفسي، وكل حاجة يعني بيطلبوها مني بعملها، وبحاول اخلي شكلي حلو قدام كل الناس. بكده نقدر نقول ان يعني كده ختمنا الاسبوع، لكن هنقف ونتوقف عند لقطه الاسبوع بالنسبه لي شخصيا. حاجه مهمه جدا ان رئيس النادي كابتن محمود الخطيب يكون حاسس ان عنده فرقه بتكسب، وفرقه خسرت بطوله وكانت بطوله مهمه بالنسبه للفريق وبالنسبه للنادي، ويقابلهم ويشد على ايديهم ويقول لهم احنا عندنا بطوله مهمه في الاسبوع اللي جاي، عندنا بطوله كبيره كمان، عفوا كمان شهر، وهي بطوله افريقيه، ويقول لهم هارد لك في الخساره، لكن احنا لازم نقوم. صدقوني احساس لعيب لعب في النادي الاهلي احساس مهم جدا، ان لما يجي لك رئيس النادي ويقعد معاك زي ما احنا شايفين قدامنا حاجه مهمه جدا، ويقول لهم معلش احنا عندنا بطوله مهمه كمان شهر، لازم ندوس على نفسنا كمان، لازم نتغير. اداهم احساس واداهم باور قوي جدا ان رئيس النادي في الوقت الشده بيكون واقف مع اللعيبه ويقول لهم مفيش مشكله خساره بطوله، لكن احنا عندنا بطولات جايه كتير، بطوله واحده زي ما احنا شايفين قدامنا. كابتن محمود الخطيب بيسلم على لعيبه وهم متواجدين فوق معاه، واكيد قال لهم كلام كتير. الاثر ده اثر مهم جدا، قال لهم ان دعم مجلس الاداره الكامل، قال لهم ان عندنا اصرار وعزيمه للمرحله اللي جايه، قال لهم احنا مش هنبخل عليكم باي حاجه، حتى طلع لازم نقف مع اولادنا، وهي دي روح النادي الاهلي. هو زي ما شايفين قدامنا مبتسم للاعيبته علشان يقدروا يحققوا في المرحله اللي جايه البطوله الافريقيه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن حمدي الصافي قال حاجه مهمه جدا، بيشكر رئيس النادي، بيشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو قعد مع لاعيبته في الوقت اللي هو كان عنده احساس وثقه. بمعنى ان كابتن حمدي الصافي قال قعده مهمه جدا، جاءت اهم جلسه حصلت بعد الخساره، ان يقعدوا مع رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وهو اللي يطلب كمان ان هو يجي يقعدوا معاه ويقول لهم على كل احساسه، ويقول لهم ان انا مدعمكم لاخر مرحله، مش قلقانين، خسرنا بطوله كان عندنا بطولات. دي كانت حاجه مهمه جدا جدا. كابتن حمدي قال ان الفريق كانت حاجه ماسه للقعده دي. صدقوني احساس لاعب بيقول ان هو حاجه مهمه، ان انا اقول للناس لا انا معاكم، انا موجود، انا بقول لكم يلا بينا عندنا بطوله ثانيه. وفعلا كل الجمهور مستني بطوله افريقيا اللي جايه. الفرقه دي كسبت السنه فاتت 4 بطولات، البنات دي مش هتبخل بنقطه عرق باي مجهود ليهم في المرحله اللي جايه، هيفضلوا يتمرنوا كويس عشان يسعدوا جماهيرهم مره ثانيه. قريب ليهم بتكلم معاهم كلهم عندهم الاحساس ده، خسرنا بطوله وكانت حاجه مؤثره جدا بالنسبه لنا، لكن في المرحله اللي جايه هنجيب للنادي الاهلي تاني بطولات وهنستمر في حصد البطولات. بالمناسبه ان فرقه الطايره سيدات الاكثر تتويجا على مدار تاريخ البطولات الافريقيه والبطولات العربيه والبطولات المحليه، بطولات كتيره وارقام كتيره بالنسبه لفريق السيدات الطايره. واحنا هنا بنقول لهم احنا معاكم كابتن حمدي وكل البنات، احنا معاكم وهنفضل وراكم علشان ندعمكم في المرحله اللي جايه. انتوا فخر لينا في المرحله اللي جايه، احنا كلنا سبورت ليك، وهنتابعكم وهنجيبكم ونقعد معاكم ونتكلم، لان هو دي حال الرياضه. في اخر حلقه بشكر كل الساده مشاهدي قناه الاهلي، في اخر حلقه شكرا والى اللقاء.